مشتقات في البلازما هي مختلفة شوية عن البلازما. احنا بنقصد بالمشتقات هي المنتجات الدوائية المصنعة من البلازما المتبرع بيه يتبرع بيها. زي ايه؟ هي في الاخر بنقدر نعتبره كأنه منتج دوائي زي الألبومين وفاكتور 8 والاي في اي جي. بالنسبة ايه فوائدها؟ بترجع لبعض الامراض ان هي بتبقى هي تقريبا العلاج الوحيد لبعض الامراض زي مرضى النزف المتكرر او الهيموفيليا. بالنسبة لنا الفاكتور 8 مثلا هو بيفضل عايش عليه المريض تقريبا طول حياته من اول ما بيكتشف المرض لحد ما بيكبر، لان هو لو ما فضلش ماشي عليه بيبدا يخش في مضاعفات كبيره ممكن توصل معاه للعجز التام. بالنسبه لنا في بعض الامراض اللي هي الامراض اللي احنا بنقول عليها حالات الامرجنسي او حالات الطوارئ زي حالات الحروق، الناس اللي عندهم امراض قلب بيدخل مثلا في المستشفى في العنايه فهو بيحتاج بعض المنتجات الاخرى زي الالبومين، والناس التانية اللي هم أصحاب الأمراض المناعية أو سرطانات الدم عموما بيحتاجوا الـ IVIG ده كمنتج برضو دوائي هم بياخدوه مشتق من مشتقات البلازما. فنقدر نقول بشكل كبير إن المنتجات دي ملهاش بديل في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان توفرها يعتبر قليل بالنسبة لنا في السوق المحلي. ولذلك بقى جات الفكرة من هنا إن هو توجيه الرئيس إن إحنا نبدأ يبقى عندنا اكتفاء زائد من المشتقات دي وان يبقى في توطين للصناعه بالمنظر ده. يعني الفكره كلها جت بسبب الوزاره كلها او الدوله كلها اتحطت فيها ان احنا في بعض المرضى محتاجه الادويه دي، وفي نفس الوقت احنا ما عندناش القدر الكافي من الاتاحه للادويه دي للمرضى. احنا المشروع بينقسم لمرحلتين اساسيتين. المرحله الاولى هي مرحله التبرع اللي احنا فيها حاليا دلوقتي، بنجمع البلازما من المتبرعين، والمرحلة الثانية هي الشق التصنيع. الشق التصنيع ده بيدخل تحت التكنولوجيا عالية التعقيد شوية في المجال الدوائي عشان نوصل بالآخر للمستحضرات دي.